بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 85 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس 9 من شهر ربيع الأول 46 و400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نتابع فيه فصولا مضت وتقدمت وأخرى ستلحقها في ذكر هدي الحبيب الهادي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أجمعين. نتلمس في هذه الفصول سننا نتبعها وأبوابا من الهدي نقتفي فيها بنبي الأمة من بعثه الله تعالى لنا أسوة وقدوة ودليلا، مستكثرين في مجلسنا هذا من صلاتنا وسلامنا على المبعوث رحمة للعالمين الذي جعله الله تعالى لنا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى عليك الله يا نور الهدى، ما أشرقت شمس بوضح نهاري، صلوا عليه وسلموا عدد الورى، ما جن ليل مظلم الأستار، صلوا على الهادي الأمين وآله، ما طاف حول البيت من أطهار، صلوا على المبعوث فينا رحمة، ما أبحرت سفن بعرض بحار، صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في آخر الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فلما ذكر الهدي هناك مجملا فيما يتعلق بالوقت والعدد، جاء ها هنا في فصل في سياق هذه الصلاة النبوية بالليل ووتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في سياق صلاته بالليل ووتره. قال رحمه الله: ذكر صلاته أول الليل. إذن تقدم ليلة الجمعة الماضية فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وعرض المصنف رحمه الله في ذاك الفصل الذي تقدم معنا ليلة الأسبوع المنصرم الحديث عن حكم قيام الليل في حقه عليه الصلاة والسلام، وأن الراجح أن قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك لا ينسخ وجوب القيام في حقه، وأن النافلة هاهنا بمعنى الزيادة في حقه من الأجر والثواب والرفعة صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أيضا هديه العظيم في شدة المحافظة على قيام الليل، فلم يكن يدعه حضرا ولا سفرا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا غلبه نوم أو وجع قضى وتره وقيامه في الليل بالنهار، فيصلي بالنهار 12 ركعة. أما هذا الفصل يا كرام ففيه الحديث تفصيلا عن هذه الصفة في صلاة الليل، كيف كانت، عن كيفيتها، عن عددها، كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل إذا قام، ليس على التفصيل ولا الاستقصاء والإحصاء لما وردت به الروايات، لكنها الإلماحة التي تحيط بالهدي النبوي في قيام الليل كيف كان. ولعلنا نذكر يا كرام بما تقدم في فصول كثيرة مضت وما ستأتي إن شاء الله، أن تعلمنا للهدي النبوي وأن تتبعنا له ودراستنا إياه وحرصنا عليه لا ينبغي أن يقف بنا عند حدود العلم به ومعرفته، بل يجب
أن يبلغ ذلك حد العمل، فلا والله ما نتعلم السنن إلا لتطبيقها، ولا نبحث على الهدي النبوي إلا للتحلي به في حياتنا، فإنه والله ما زانت حياة ولا طابت ولا سعد أصحابها بمثل اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بها والله تطيب الحياة وتسعد بها، يهنأ العيش ويطيب، كيف لا ونحن نتتبع في حياتنا في كل صغيرها وكبيرها أسوة الهادي رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي أكرمه الله بأسعد حياة إنسان من البشر. فمن رام السعادة فلينح منح تلك الحياة الكريمة، وهذه أجل معالمها العبادة، وأجل معالم العبادة الصلاة، حياة لا تحيا فيها عبادة صاحبها ما هي بحياة. وإذا أكرم الله عبدا فكانت العبادة في حياته مشتعلة سرجها مضيئة مصابيحها، فإن أجل ما يكون فيها إشراقا من مصابيح العبادة في حياته الصلاة. وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام للصلاة شأن عظيم في قلبه، كانت قرة عينه، كان بها حفيا عليه الصلاة والسلام. وتقدم أن صلاة الليل درة تاج الصلوات النوافل، وهي واسطة العقد فيها، هي بدر سمائها، فما تنفل أحد بمثل تنفله بقيام الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فهذا الفصل ذكر الهدي النبوي في سياق الصلاة بالليل وصفة وتره أيضا صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ثم يأوي إلى فراشه. وقال ابن عباس: لما بات عنده صلى العشاء ثم جاء فصلى 4 ثم نام. ذكرهما أبو داود. أخرج أبو داود رحمه الله في سننه هذا المعنى عن 2 من الصحابة: ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم أن الرواية عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في قيام الليل أكثر من غيرهما من الصحابة، وفيهما جاءت الرواية هل كان مجموع القيام 11 ركعة أو 13 ركعة. فمدار أحاديث قيام الليل في الجملة من حيث الصفة والعدد يدور على كل من عائشة أمنا رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ذكرها هنا أن ما جاء في سنن أبي داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ثم يأوي إلى فراشه. وبقية الحديث أنه كان إذا قام آخر الليل وقد صلى 4 في أوله يصلي صلى الله عليه وسلم 5 بعدها فتكون 9، أو يصلي 7 فتكون 11 ركعة، فكان يجعل شيئا من قيامه قبل النوم وشيئا بعده. هكذا حكت عائشة رضي الله عنها، وهذا من السنن التي قل أن يعمل بها كثير من الناس اليوم، أن يجعل من صلاته بالليل قبل منامه شيئا ويجعل بقيته بعد ما يستيقظ من النوم، ليصدق عليه أنه قيام في الليل يعني قيام من النوم. حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المصنف أيضا عند بعض أصحاب السنن كالإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى، لكن عنده أنه كان يصلي 2، وفي إسناد هذا الحديث في سنن أبي داود نظر عند المحدثين، لأن ذكر 4 ركعات أيضا غير محفوظ. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففي صحيح البخاري قال: فصلى العشاء ثم جاء. وابن عباس رضي الله عنهما يحكي موقفا عاشه ذات ليلة في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، في أنه بات ليلة عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: فصلى العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، قال: فجئت
فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات، المجموع كم؟ 9. قال: ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الذكر ماذا كان يبتدئ من قيام الليل؟ كان يصلي بعد العشاء 2 ركعتين كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أو 4 كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وحديثه أصح في صحيح البخاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله. وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه. هذا بداية مقامه من نومه عليه الصلاة والسلام، يستاك ويذكر الله، وهذه أيضا سنن قل العمل بها اليوم. سواء قمت عبد الله قبيل الفجر لتصلي ما كتب الله لك، أو تقمت للفجر فتصلي سنة الفجر وفريضتها، فإن من السنن التي غفل عنها كثير من الناس اليوم البدء بالسواك عند القيام من المنام، وهذا يستدعي أن يكون السواك على مقربة من رأس النائم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. فإذا قام بدأ بالسواك مع ذكر الله عز وجل، وما أسعد حياة العبد حين يفتتحها أول ما يفتح عينيه بذكر الله، فيقول الحمد لله، يحمد الله ويذكره. وتقدم للمصنف رحمه الله في ذكر الهدي النبوي في الأذكار في قوله رحمة الله عليه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يتسوك. وربما قرأ 10 الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يفتح عينيه صلى الله عليه وسلم في يوم جديد على ذكر الله سبحانه. وكان قد نام وأغلق عينيه ليلتها على ذكر الله سبحانه وتعالى، يأوي إلى الفراش فيقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حياة تعلمنا كيف تكون في أكناف ذكر الله، فإنها تطيب والله. أما أخبر الله أن بذكره تطيب قلوب العباد جل في علاه، فإذا كانت قلوب العباد تطيب بذكره، فبالله عليكم أي حياة تلك التي تكتنفها أذكار العبد لربه صبح مساء، دخولا وخروجا، قياما وقعودا، نوما واستيقاظا. هكذا كان هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: بدأ بالسواك ثم يذكر الله. وتقدم ما يكون ما كان يقوله عند استيقاظه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله. وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه: ثم يتطهر ثم يصلي 2 ركعتين خفيفتين، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته 2 ركعتين خفيفتين. وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته 2 ركعتين خفيفتين. إذن افتتح صلاته 2 ركعتين خفيفتين وأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته 2 ركعتين خفيفتين. قال أهل العلم: في ذلك تنشيط للنفس وتهيئة لها استعدادا لقيام طويل كما كان هديه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنشط للنفس وأعون لها، فإنها قائمة من نوم، والنفس إذا قامت من النوم لا يزال فيها بقايا الكسل والتعب وأثر النوم. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا مسايسة النفوس في سوقها إلى طاعة الله، خصوصا إذا كانت أبواب الطاعات والعبادات فيها من المشقة وعلو الهمة ما يستوجب تلك المسايسة.
قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. المقصود بالخفة هنا يا كرام ألا يكون فيها طول قيام الليل المعهود عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود. فالركعتان الخفيفتان بالنسبة إلى صلاته الطويلة عليه الصلاة والسلام تعني أنها لا تبلغ في الطول ما كان يبلغه في صلاته من الليل صلوات الله وسلامه عليه. فتلك سنة إذن يا كرام، كل من وفقه الله وأكرمه فكتب له من قيام الليل ما كتب له، يسن له إذا قام فتوضأ أن يبتدئ بركعتين خفيفتين. ومثال ذلك إذا كان ورده من الليل جزءا من القرآن وقد أراد أن يقسمه على 10 ركعات أو 8 ركعات ونحوها، وقد نوى أن يجعل في كل ركعتين أو في كل ركعة منها حزبا فيختم جزءه في 8 ركعات لأن الجزء 8 أحزاب، فإذا نوى ذلك جعل الركعتين الأوليين أخف وقرأ فيهما بنحو صفحة أو نصفها لتكون خفيفات ينشط بها لطول قيام يراد له أن يبلغ فيه شيئاً من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقوم تارة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك، وهو إنما يصيح في النصف الثاني. متى يقوم عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن له وقت محدد منضبط طيلة الليل أو طيلة ليالي العام، فربما قام أحياناً إذا انتصف الليل. ونصف الليل يا كرام يحسب بنصف ساعات الليل بدءا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا قلنا إن غروب الشمس يكون في الساعة 6 وطلوع الفجر في 5 صباحا فهذه 11 ساعة، نصفها 5 ساعات ونصف، فإذا أضفتها على 6 إذا كان أذان المغرب فإن 11:30 هي بدء منتصف الليل، وهذا يتفاوت بتفاوت البلدان وبتفاوت الفصول صيفا وشتاء يطول الليل أو يقصر. قال: كان تارة يقوم إذا انتصف الليل، فإذا إذا انتصف الليل فصلى كم يصلي؟ يصلي نصف الليل عليه الصلاة والسلام، أو قبله بقليل. قبل ماذا؟ قبل نصف الليل، فإذا قام قبل نصف الليل سيصلي كم من الليل؟ سيصلي ثلثيه، لأن النصف إذا زدت عليه السدس بلغ الثلثين. قال: أو بعده بقليل، يعني بعد منتصف الليل، يعني كم يصلي؟ ثلث الليل. ويتأول في ذلك قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فكان هكذا عليه الصلاة والسلام، إما يصلي نصف الليل أو أقل منه بقليل أو أكثر بقليل، فإذا نقص كان ثلثا وإذا زاد كان ثلثين، يتأول ويمتثل قول الحق سبحانه وتعالى. قال: وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك، والديك إنما يصيح إذا انتصف الليل وهو موافق لما قبله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر. تقطيع الورد أو وصله المراد به مواصلة الركعات. الورد يعني إذا كان ورده يصلي 8 ركعات عليه الصلاة والسلام وبعدها 3 أو كما سيأتيك في الوصف، هل كان يصلها ركعات متتابعة أو يتخللها انقطاع؟ انقطاع بماذا؟ انقطاع بنوم. هل كان يصلي ركعتين فينام نومة يسيرة ثم يقوم؟ فيصلي ركعتين ثم ينام نومة يسيرة ثم يقوم؟ قال: ربما فعل هذا وربما فعل ذاك، لكن ما الأكثر؟ الأكثر وصله صلى الله عليه وسلم لورده، يعني تتابعه في قيام الركعات التي كان يصليها صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر، فيقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة،
ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ. متى نام؟ بعدما صلى ركعتين فقط. قال فنام حتى نفخ، ما معنى نام حتى نفخ؟ النفخ الهواء الذي يخرج من فم النائم وهو نائم، فإذا زاد وصحبه ضيق في الأنف كان شخيرا، لكن مجرد خروج الهواء من الفم على هيئة النفخ يدل على استغراق النائم في نومه. قال فنام حتى نفخ، يعني حتى استغرق في نومه صلى الله عليه وسلم. قال ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات. ثم فعل ذلك، فعل ماذا؟ ينام ويستيقظ يتسوك ويتوضأ ويصلي ركعتين، وينام ويستيقظ يتسوك ويتوضأ ويصلي. قال فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، لأن كل مرة يصلي فيها ركعتين، قال في المجموع 6 ركعات. كل ذلك، قال كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. أي آيات؟ آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى خاتمة السورة. قال كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. رواه مسلم. وهو أيضا عند البخاري في الصحيح، فالحديث متفق على إخراجه. حديث عظيم يبين هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل. هل هذه الصفة الوحيدة الثابتة عنه؟ كلا، هذه إحدى الصفات التي رواها ابن عباس رضي الله عنهما، ويستنبط منها فوائد. أولها أن في أمر قيام الليل سعة، من حيث عدم اشتراط أن تكون الركعات سردا متواليا، فمن لم يكن نشطا أو بغلبه نعاس أو كان قد تعب من ليلته فله أن يصلي ركعتين فينام ثم يقوم فيصلي، وهذا ثابت في هديه عليه الصلاة والسلام. أفادت أيضا رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن الهدي النبوي يزداد فيه الأجر بازدياد العمل، ينام، يقوم، يتوضأ، يستاك، يصلي ركعتين ويكرر ذلك، فكلما استاك ازداد ثوابا، وكلما أعاد الوضوء ازداد ثوابا، فيزداد العمل ويزداد الأجر، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا هاهنا الحديث في دعائه لما خرج إلى المسجد كما سمعت، وهو من الأدعية التي يقولها العلماء ويقررها الفقهاء فيما يقوله المصلي في خروجه إلى المسجد، وهو مأخوذ من هذا الحديث. قال اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. طلب النور صلى الله عليه وآله وسلم في جوارحه قلبا ولسانا وسمعا وبصرا، ومن جميع الجهات، من أمام ومن خلف ومن فوق وعن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة ذكر النور وطلبه أنه قام في ظلمة الليل عليه الصلاة والسلام، وهي إشارة إلى ما يكرم الله تعالى به أهل الليل من نور تضاء به وجوههم وتضاء به حياتهم. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما بال أهل الليل أكثر الناس ضياء في وجوههم؟ فقال رحمه الله: قوم خلوا بربهم فأكسبهم
نورا من نوره عز وجل. أهل القيام يا كرام يستحضرون هذه المعاني، والنبي عليه الصلاة والسلام يعيش هذا حتى إذا تم قيام الليل وخرج إلى المسجد يسأل الله نورا في جوارحه، ويسأل الله نورا في جنبات طريق حياته، يمينا ويسارا وأماما وفوقا وخلفا، صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة، فإما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظه ابن عباس. طيب، أنا عندي الآن حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم، وهي تقول: كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وأمر به في حديث أبي هريرة كما سمعت: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وكذلك حديث أبي هريرة. حديث ابن عباس هذا رضي الله عنهما في الصحيحين كما سمعت، قال: ولم يذكر هاتين الركعتين الخفيفتين، لم يذكر، مع أن حديث عائشة رضي الله عنها يقتضي استمراره ودوامه على ذلك، لقولها: كان إذا صلى من الليل افتتح قيامه بركعتين، وهذه صيغة تدل على الدوام والتكرار والاستمرار. طيب، وابن عباس ما حكى ذلك ولا ذكر أنه صلى ركعتين خفيفتين، قال: صلى ركعتين ثم نام ثم قام وصلى ركعتين، فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات. فكيف نجمع بين الروايتين؟ سيجيب المصنف رحمه الله تعالى: إن أمكن الجمع بأن تقول كان أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا، ويكون حديث عائشة رضي الله عنها محمولا على الغالب لا على الدائم المستمر، أو تقول إذا كان ولا بد من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، فهل سنرجح رواية عائشة أو رواية ابن عباس رضي الله عنهم؟ لماذا نرجح رواية عائشة؟ لأنها ما تحكي شيئا رأته ليلة أو ليلتين. ابن عباس كم مرة جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل؟ ليلة واحدة بات فيها عند خالته ميمونة، لكن أمنا عائشة رضي الله عنها صاحبة البيت التي كان يقوم في حجرتها، فهي تحكي أمرا مستمرا. إذن هي ألصق وأقرب وأدوم وأثبت في ذكر أمر يختص به رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة، فإما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإما أن تكون عائشة رضي الله عنها حفظت ما لم يحفظه ابن عباس، وهو الأظهر لمواظبتها له ومراعاتها لذلك، ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل، وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته. وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقول ما قالت عائشة رضي الله عنهم جميعا، يعني لما سبق من العلل أنها مواظبة، يعني كونها مصاحبة وكونها ملازمة وتراعي أمر النظر في عبادته عليه الصلاة والسلام، وهي أعلم الخلق بقيامه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجملة يا كرام فيها منهج فقهي عند العلماء عند الأصوليين، وهو: ماذا نفعل إذا تعارضت الروايات الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حكم من الأحكام؟ فالمسلك الأول أن ينظر في إمكان الجمع بين الروايات ما أمكن، ولهذا قال ابتداء: يمكن أن يكون يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا مسلك يجمع فيه بين الروايات. والمسلك الآخر: إذا تعذر الجمع أو لم يمكن إلا بتكلف، فإن الترجيح لا بد منه، يعني أن تكون إحدى الروايتين أرجح من الأخرى ولو كانت كلتا الروايتين صحيحة، فتارة يرجح بسند الرواية وتارة بمتنها وتارة بأمر خارج، وهو هنا رجح بالنظر إلى راوي الحديث وهي عائشة رضي الله عنها، واعتبر روايتها أرجح بالرواية ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل ووتره أنواعا، فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس. والنوع سيذكر المصنف الآن رحمه الله تعالى جملة من الصفات يبلغ بها 7 صفات في ذكر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو 8 صفات في عدد الركعات وفي صفة صلاتها. قال أولا هذا الذي ذكره ابن عباس، ما الصفة؟ ركعتان فركعتان فركعتان، وبين كل ركعتين ضجعة ونومة خفيفة، 6 ركعات، ويوتر ب3، فالمجموع 9 ركعات، ثم يصلي سنة الفجر ويخرج إلى الفريضة. هذه إحدى الصفات. نعم. قال النوع الثاني الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها أنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم يتمم ورده 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. هذه الصفة الثانية في حديث عائشة رضي الله عنها، يبتدئ بركعتين خفيفتين ثم يصلي صلى الله عليه وآله وسلم 8 ركعات، ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، فالمجموع 11 ركعة في صلاته صلى الله عليه وسلم. قال النوع الثالث 13 ركعة كذلك. يعني كما تقدم، ركعتان خفيفتان ثم يصلي بعدها 10 ركعات بدل من 8، ويوتر بواحدة، فيكون المجموع 13 ركعة. قال النوع الرابع يصلي 8 ركعات، يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر ب5 سردا متوالية لا يجلس إلا في آخرهن. الأنواع الثلاثة الأولى التي سمعتم يا كرام هي الشائعة، وهي التي يصلي بها غالبنا اليوم، سواء صلينا فرادى أو صلينا جماعة في التراويح في رمضان، فإنما نصلي هذه الصفة، ركعتان ركعتان، بين كل ركعتين تسليم، سواء من صلى فينا 10 وأوتر ب3، أو صلى 8 وأوتر ب3، فكان المجموع 11 أو 13 ركعة. هذه من الصفات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال النوع الرابع أن يصلي 8 ركعات، يسلم بين كل ركعتين، وهذا كالوارد سابقا. قال ثم يوتر ب5 ركعات سردا متوالية لا يجلس إلا في آخرهن. صلى 8 ركعات، ركعتين 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 ركعتين، ب4 تسليمات، ثم يصلي بعد 5 ركعات مرتبطة بسلام واحد. وال5 ركعات ليس فيها تشهد أول ولا ثاني ولا ثالث، فيها تشهد واحد في آخرها. فهذا الوتر ب5 ركعات صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثه في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله النوع الخامس 9 ركعات يسرد منهن 8 لا يجلس في شيء منهن إلا في 8، يجلس يذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9، ثم يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم. هذه صفة خامسة، وهي أيضا نوع قل من يعمل به إلا من كان يصلي وحده، وقد رزقه الله نشاطا في الصلاة وحبا لها وطول قراءة فيها. هذه الصفة فيها 9 ركعات، لا 11 ولا 13، 9 ركعات وترها موصول بركعاتها، فيصلي 8 ركعات سردا كال5 التي مضت في الصفة السابقة. يصلي 2 ركعة 3 4 5 6 7 8، فإذا بلغ 8 جلس للتشهد الأول، ثم يقوم فيصلي 9 التي يوتر بها، ثم يجلس ويتشهد ويسلم، فهذه كم؟ 9 ركعات، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم، فالمجموع 11 ركعة، وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم. النوع السادس يصلي 7 كال9 المذكورة، ثم يصلي بعدها 2 ركعات جالسا. يصلي 7 كال9 المذكورة، كيف يعني؟ يعني لا يجلس إلا في 6 للتشهد الأول، ثم يقوم، فإذا صلى 7 جلس للتشهد وسلم، ثم يصلي بعدها 2 ركعات، فالمجموع 9 ركعات. نعم.
النوع السابع أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، فهذا رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن. النوع السابع كما تقدم في الصفتين الأوليين، يصلي الركعات مثنى مثنى، ومعنى مثنى مثنى ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، إلا أن الجديد في هذه الصفة وصفة الوتر، يصلي ثلاث ركعات موصولات بتشهد واحد وسلام واحد، قال لا يفصل فيهن، لا يفصل بجلوس ولا تسليم، يسرد الثلاث متواليات كما سرد الخمس الركعات هناك المتواليات، ما جلس إلا في آخرهن. قال فهذا رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر بخمس لا يقعد فيهن، وجاء هنا أيضا بثلاث لا فصل فيهن. نعم. قال وروى النسائي عنها رضي الله عنها أنها قالت كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وهذه الصفة فيها نظر، فقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وقال الدارقطني إسناده كلهم ثقات. الآن من أوتر منا بثلاث ركعات فله صفتان، الصفة الأولى أن يصلي ركعتين مفصولتين بتشهد وسلام، وبعدها ركعة مستقلة بتشهد وسلام، والصفة الأخرى أن يصلي ثلاث ركعات موصولات بسلام واحد وتشهد واحد في آخرها. طيب، وأما الصفة الثالثة التي ذكرها الآن هنا أنه كان إذا صلى جلس في الركعة الثانية للتشهد ثم قام إلى الثالثة كمثل صلاة المغرب، وهذا قال به بعض الفقهاء. قال المصنف رحمه الله روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها كان لا يسلم في ركعتي الوتر، يعني يجلس للتشهد ثم يقوم كالمغرب. رواية الإمام النسائي هذه عن عائشة رضي الله عنها هي دليل لبعض الفقهاء كالحنفية ومن وافقهم في إثبات صفة الوتر كصلاة المغرب. قال المصنف هذه الصفة فيها نظر، ويقصد رحمه الله أن السند وإن كان صحيحا لكنها رواية مخالفة للرواية المشهورة عن عائشة رضي الله عنها، ولهذا ضعفها المحدثون بالنظر إلى مخالفة متنها لما هو أصح منها سندا من المتون التي وردت في معنى صفة الوتر وصلاته. قال وقد روى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني إسناده كلهم ثقات، وموضع الشاهد فيه أنه ينفي الصفة التي قلنا إنه يجلس في ركعتين ويتشهد ويقوم كصلاة المغرب لنهيه بقوله ولا تشبهوا بصلاة المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال مهنا سألت أبا عبد الله إلى أي شيء تذهب في الوتر، تسلم في الركعتين؟ قال نعم. الآن يسوق المصنف رحمه الله جملة من الأسئلة عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة صفة الوتر، لأنها مسألة اختلف فيها الفقهاء، فأحب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وكبار طلابه كمهنا وحرب وأبي طالب كما ستسمع بعد قليل، وهم من خواص أصحاب الإمام أحمد، فكانوا يسألونه عن تلك المسائل، يبحثون فيه في أسئلتهم عن أمرين، عن فقهه رحمه الله وعن روايته ونقده للروايات، فيجيبهم بإجابات يرون فيها محصل ما يجتمع من الرواية سندا ومتنا. قال مهنا سألت أبا عبد الله إلى أي شيء تذهب في الوتر، تسلم في الركعتين، يعني أنت يا أبا عبد الله هل ترى جواز ذلك السلام في الركعتين من الوتر؟ قال نعم. نعم. قال قلت لأي شيء؟ قال إن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين، الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين. نعم، عامة أحاديث عائشة رضي الله عنها في الوتر مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة،
فإذا كانت ركعة الوتر مفصولة عن الركعتين قبلها، وإن قلت إن الوتر ثلاث فقد وقعت ركعتان مفصولتان وركعة مستقلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر قال: يسلم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوت ألا يضره، إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يسلم في الركعتين، هذا عنده آكد. قال: وإن لم يسلم، يعني إن وصل الركعتين بثالثة، قال: رجوت ألا يضره. وهو يقصد رحمه الله أنه ثبت بذلك من الروايات ما يمكن أن يكون دليلا. قال: إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة الأمر أن الإمام أحمد رحمه الله يميل ويرجح إلى فصل الوتر بركعتين وركعة منفصلة، وهي عنده أرجح من وصل الركعات الثلاث بسلام واحد. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ قال: أذهب إليها كلها، من صلى خمسا لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلى سبعا لا يجلس إلا في آخرهن. كل ذلك تقدم من الصفات قبل قليل. وقد روي في حديث زرارة عن عائشة رضي الله عنها: كان يوتر بتسع يجلس في الثامنة، وهو أيضا من الصفات التي تقدمت. قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. يعني الوتر يجوز أن يكون ركعة، ويجوز أن يكون ثلاث ركعات وخمس ركعات وسبع وتسع. قال: كل ذلك ثبت. قال: لكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، أن يكون الوتر ركعة مسبوقا بما قبله من الركعات. نعم. قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. قلت: ابن مسعود يقول ثلاث. قال: نعم، قد عاب على سعد ركعة، فقال له سعد أيضا شيئا يرد عليه. أبو طالب من تلامذة الإمام أحمد، لما كان بينه وبين شيخه هذه المساءلة، فأجابه الإمام أحمد رحمه الله بترجيحه للوتر بركعة لأنها أكثر الأحاديث وأقواها، فأورد أبو طالب على الإمام أحمد مناقشة مع ابن مسعود، بين ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. قال أبو طالب يناقش شيخه: ابن مسعود يقول ثلاث، يعني يريد أن يفهم موقف الإمام أحمد رحمه الله من مقولة ابن مسعود أنه أقل الوتر ثلاث ولا يجوز الوتر بركعة. فقال: نعم، قد عاب على سعد ركعة. قال الإمام أحمد: نعم، أنا أعرف ما دار بينه وبين سعد، وذكر طرفا منها. قال: فقال له سعد أيضا شيئا يرده. والرواية كما في مصنف عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود قال لسعد: توتر بواحدة؟ فقال سعد يرد عليه: أوليس إنما الوتر واحدة؟ فقال ابن مسعود: بلى، ولكن ثلاث أفضل. فقال: فإني لا أزيد عليها. سعد أصر على أن يوتر بركعة، وابن مسعود يقول له: الثلاث أفضل. فقال ابن مسعود: فقال سعد: فإني لا أزيد عليها. فغضب ابن مسعود، فقال له سعد: أتغضب علي أن أوتر بركعة وأنت تورث ثلاث جدات؟ أفلا تورث حواء امرأة آدم؟ وهي مسألة عند الفقهاء فيها خلاف، هل يجوز توريث أكثر من جدتين؟ ولو فيها صور، ويضربون بها مسألة توريث ثلاث جدات. فقال سعد: يعني تنكر علي مسألة وأنت من تقول بتوريث ثلاث جدات؟ يعني ما بقي إلا أن تورث حواء امرأة آدم عليه السلام. فأشار الإمام أحمد رحمه الله اختصارا لما قال ابن مسعود خالف سعدا وقال له الوتر ثلاث، قال أحمد: نعم أنا أعرف. وسعد رد عليه بشيء على هذه المسألة، أشار إلى هذه الرواية التي يذكرها المحدثون، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثامن ما رواه النسائي عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، مثل ما كان قائما، ثم جلس يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، مثل ما كان قائما، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، مثل ما كان قائما،
فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة. ما الغداة؟ صلاة الفجر. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي وأصله في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه لما صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في رمضان قال فلما ركع أطال في ركوعه مثل قيامه، وقد ذكر أنه قام قياما طويلا عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أنه قرأ سورا طويلة كالبقرة والنساء وآل عمران، قال فركع مثل ذلك ثم جلس، وذكر أن طول قيامه وركوعه وجلوسه بين السجدتين وسجوده كان طويلا، قال يقول سبحان رب الأعلى في السجود مثل ما كان قائما، ويقول سبحان ربي العظيم في الركوع مثل ما كان قائما، ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين مثل ما كان قائما، يعني دقائق طويلات وهو يكرر عليه الصلاة والسلام. صلاة بهذا الطول تستغرق الليل كله. قال فما حكى إلا 4 ركعات. قال ثم جاء بلال يدعوه إلى صلاة الفجر. إذن هذا ثبت أنه ما زاد في ليلته تلك على 4 ركعات صلى الله عليه وسلم. ولما نظروا في جمع الروايات المتعلقة بصفة قيامه الليلة صلى الله عليه وسلم وجدوا هذه من الصفات التي ليست 9 ولا 11 ولا 13 بل هي عدد لأجل الطول الذي كان فيها كما حكى حذيفة رضي الله تعالى عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأوتر أول الليل ووسطه وآخره. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. ما معنى كل الليل أوتر؟ يعني من كل أجزاء الليل وأوقاته وقع فيه وتره عليه الصلاة والسلام. رواية الإمام مسلم أفصح وأوضح، قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. ما معنى انتهى وتره إلى السحر؟ كان آخر وقت صلى فيه الوتر هو السحر، وهو آخر الليل قرب الفجر. فأفاد الحديث يا كرام أن في الأمر سعة، من ظن أنه لا يقوم آخر الليل وقد تعشى وأنجز أعماله وأنهى أموره وخاف أن لا يقوم إلا الفجر، فله أن يوتر ولو كان في أول الليل أو في منتصفه، ولو كان يقوم ثم يستيقظ قبل الفجر فصلاته آخر الليل في الوتر أفضل لمن كان ضامنا. فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم تعدد الأوقات، أوتر من أول الليل ومن أوسط الليل ومن آخره، وكان منتهى آخر الليل في وتره صلى الله عليه وسلم وقت السحر كما في حديث عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه إحدى الصفات الواردة في السنة عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الأئمة أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي، وفي إسناده لبعض المحدثين كلام، وإن صححه الحاكم وحسنه الألباني. ابن خزيمة رحمه الله لما أخرج الحديث قال إن صح الخبر أنه قام ليلة بآية. قال العلماء يجوز أن يقوم المصلي صلاة الليل بآية يكررها ولو استغرقت الآية قيام ليله كاملا. صح هذا عن جماعة من السلف من الصحابة فمن بعدهم، ربما قام بعضهم بآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلما بحثوا في السنة فإذا هذه الرواية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قام بهذه الآية في آخر المائدة في قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فدل هذا على جواز ومشروعية الاقتصار على آية يكررها صاحبها ولو استغرقت له قيام الليل ولو صلى بها الليل كله. لكن هذا يا كرام متى ولماذا؟ ما الذي جعله عليه الصلاة والسلام يقتصر على الآية لا يتجاوزها؟ الجواب لما وقع في قلبه من المعاني في تلك الآية ولما استغرق فيه من النظر والتأمل والتدبر. فيشرع لكل من
بلغ في تلاوته للقرآن داخل الصلاة أو خارجها آية استوقفته فحركت قلبه، ثم دمعت عيناه، أو فتح الله عليه من معاني الآيات وهو يتدبر فيها، وكلما كرر وأعاد وجد من اللذة والفتح والتدبر ما يزداد به، فمثل ذلك يقال له لا تبرح رحمك الله. والبقاء مع آية ويترك بقية الحزب وبقية الجزء وبقية الختمة أبرك وأنفع وأعظم، لأنها المقصودة من كتاب الله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد قالوا إذا هبت رياحك فاغتنمها، فمن وجد من قلبه إقبالا على شيء من الآيات والسور فليلزم في موقفه، إن كان يكرر من ورده أو يراجع من حزبه وفي صلاته من باب آكد. فمن أدرك ذلك في صلاته فتحرك قلبه عند آية فيها وصف الجنة أو النار أو قصص وأخبار أو حكم وأحكام، فيستحب له أن يقف متأملا مرددا مكررا ما فتح الله له قلبه من آي القرآن الكريم. وكله كلام الله عز وجل، فيه من العظمة والنور والشفاء والرحمة والهداية ما يجد فيه أهل الإسلام بغيتهم، نسأل الله الكريم من فضله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، الثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، الثالث أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما، والأنواع الثلاثة صحت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. كانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع، يعني من ناحية القيام والقعود، هل كان يصلي قيام الليل قائما أو جالسا عليه الصلاة والسلام؟ قال ثبت هذا وثبت هذا، لكن ما الأكثر؟ ما الأكثر؟ لا، في أول أمره كان أكثر صلاته قائما، وفي آخر حياته كان أكثر صلاته جالسا عليه الصلاة والسلام. والأمر كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: بعدما حطمه الناس، لما بلغ من العمر ما بلغ ولم يبلغ 70. فإذا كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل أول حياته قائما، قال وهو أكثرها، وربما صلى قاعدا، فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا عليه الصلاة والسلام. والصفة الثالثة أن يجمع بين القيام والقعود، كيف؟ يصلي قاعدا فإذا اقترب من الركوع وبقي شيء يسير من القراءة قام ليركع وهو قائم، فلا يركع قاعدا. كم هذا القدر الذي يبقى من القراءة فيقوم لأجله عليه الصلاة والسلام؟ في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. فكان هذا القدر هو الذي يقوم، يعني هذا آخر القيام الطويل، فإذا بقي قدر 30 آية أو 40، يعني ما يساوي اليوم في صفحاتنا 3 صفحات و4، يقوم فيقرأها قائما صلى الله عليه وسلم ويركع. أما في النافلة يا كرام، فالشريعة أباحت الصلاة قاعدا لمن رغب في القعود وشق عليه القيام، أما في النافلة فلا تصح في الفريضة، فلا تصح الصلاة للقادر إلا قائما في النافلة. وإن كان قادرا على القيام ورغب في الجلوس جاز له الجلوس، إلا أنه كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد سأله عمران بن حصين عن صلاة الرجل قائم عن الصلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، كما في حديث البخاري. لكن العاجز عن القيام يصلي قاعدا وأجره كامل. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعدا، فهل كان ينقص أجره؟ الجواب لا، لما في حديث مسلم والإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدا، قال رضي الله عنه في رواية: فوضعت يدي على رأسه فقال: ما بك يا ابن عمرو؟ فقلت: يا رسول الله، حدثت أنك تقول إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي جالسا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام،
يصلي قاعدا ويوفيه الله عز وجل أجره كاملا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما صفة جلوسه في محل القيام ففي سنن النسائي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال النسائي: لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود يعني الحفري، وأبو داود ثقة، ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ، والله أعلم. ختم رحمه الله الفصل بهذه المسألة: كان يصلي جالسا، فما صفة الجلوس؟ على كرسي، لم تكن الصلاة على الكراسي، على الأرض، هل يصلي مادة رجليه أو على صفة الجلوس في التشهد أو متربعا؟ لم يرد في السنة إلا هذه الرواية. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، إلا أن المحدثين يضعفون الحديث، فلك أن تقول: لا يثبت في السنة الصحيحة صفة للجلوس. فمن صلى جالسا صلى على هيئة يستطيع فيها الإتيان بما أمكنه من أركان الصلاة، سواء تربع أو جلس كجلسة التشهد في الصلاة، والأمر في هذا واسع. تم به الفصل بحمد الله تعالى. واجعلوا بقية ليلتكم وجمعتكم غدا عامرة بكثرة الصلاة والسلام على حبيب القلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ملء روحي وهج حبك في دمي قبس، يضيء سريرتي وزمام، أنت الحبيب وأنت من وفى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. صلى عليك الله ما بدر بدا وانزاح من وجه الحياة ظلام. فيا رب صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أكثر أمته له حبا، ومن أشدهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واهدنا إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.